بس انا اقول لك فنيا وجهه نظري الصفقه الناجحه فنيا عبد المحسن تركماني حق نادي الكويت هو راح يكون علامه فارقه وهو فنيا ناجح. وبقول شغله ثانيه واتمنى ما ينفهم غلط خاصه في نادي القادسيه كل اللاعبين في المراحل السنيه والفريق الاول يطلعوا لا تتوقعون راح يكونوا ناجحين ان ترى نادي القادسيه كان ساتر عليهم فنيا راح تشوفهم بهالانديه اللي طلعوا فيها راح تشوف امكانياتهم الفنيه الصح الحقيقيه شلون ساتر عليهم فنية. يعني فنيا القادسيه فارق لا لا وضح لنا شلون ساتر عليهم فنيا يعني القادسيه كان يعني مغطي عيوب اللاعبين شلون عيوبهم افضل لاعبين وجهه نظري فني وجهه نظري خليك من القادسيه اعطني مثال ما راح اقول لك مثال انا قلت لك اللاعبين يطلعوا من القادسيه بتسبه ما راح اسبه لاعبين يطلعوا من القادسيه يعني انت تأيد كلام يعني يلعبون اساسيين في انديه ثانيه انت تأيد كلام احمد موسى في مثلا رضا هاني لا ما له شغل بالاسامي لا انا اعطيك مثال يعني احمد ليش قال رضا هاني ضرب مثال قال رضا هاني بالقادسيه ما ينطرد والحكام يتساهلون معاه ولا شغل هذا هذا رأي انا هذا مو منطق ما انا قاعد اوصل كم مره انطرد يا اخي انا قاعد اوصل له بس لما النقطه انت اليوم وانا يا اتكلم عدل يا ما اتكلم صراحه لا اتكلم عدل مو منطق هذا اي والله مو ما ينطرد ما يعطون انذار هذا يقولها جمهور هذا راي جمهور عزيز هذا راي جمهور هذا ما يصير انا لاحظ يصير راي شخص لا يا رجل ارجع ما ارجع اتكلم عدل ارجع حق السنوات اللي طافت انطرد كم مره توقف كم مرة خلاص راي هذا كابتن حمد موسى لما كان مثلا يلعب ما كان كل هذا بلنتيات اقول كل ما طاح بلنتي ادري راي يا جماعة راي بس ما يصير تقول عنه والله ما يعني لما تكون من كابتن حمد موسى شوف وهذا الغريب انه من لاعب وفاهم وعارف يعني هذا الغريب ابو عبد الله شوف يعني من حقك انك